حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج طارق شو. الأيام اللي راحت يعني الحمد لله عندنا كذا ترندات وحركات ومقاطع واصلة 10 مليون 5 مليون، في شغل حريقة قاعد يصير بدون غرور، احنا ناس ما نغتر الحمد لله. الحمد لله. دراسة لجامعة ديتاون يقول لك توظيف الأفراد الجذابين يقلل مبيعات الشركة. يقول لك إذا البائع والمشتري، إذا كان البائع ولد وسيم وأحلم المشتري هذا يخسرك، هذه صدق. يعني لو جيت لقيت ذاك الحلو والجنتل ولا بنت حلوة، لو تيجي أنت شارك نص المحل ما عاد تلقى محله مخيس واللي يبيع مخيس والشرع اللي يطبه لان تطلع مغبون ويصير موضوع حساس. يعني ايش اذا قال لك بس هذه الاغراض؟ ايش قصده ذا طفران انا يعني؟ اذا كانت البنت حلوه وقالت لك هذه اغراضك لا لا باقي شوي روح قش المحل جاي، لانه قاعد يعوض. فوظف الشؤون، وظف الشؤون، هاي الدراسه تقول لك وظف الشؤون، لانه حتى انك تجي مو يعني مش شؤون مره الوسط، يعني اشكالنا كذا وسط ما في فروقات. تضيف في واحد معضل عيونه زرق، وين نروح انا سيف تركي؟ قلت خيش كان شفت ايش قال يلعبون، شفت ايش قال عشان اجلده. دراسة ثلث الأطفال يعتقدون أن الأبقار تبيض. يقول لك دراسة أن الأطفال عندهم ضعف في معرفة مصادر الأكل. يقول لك واحد من ثلاثة من الأطفال يعرفون أن يعتقدون أن البقرة تبيض، وأن الجبن مصدره من الشجر، وأن الطماط من تحت الأرض. وأشياء هم يعرفون من جوان جوهم. إحنا عندنا أشياء كثيرة ما نعلمه، عندنا مشكلة. الواحد يكبر ويحس بأنه كيف جيت يا كيف انولدت يا بابا، تلقى صارت مشكلة في البيت داخل والعالم. لأن الطفل إذا يسأل لازم توصل له المعلومة على مستوى، بس ما تلعب عليه أن يكبر لين ما يوصل عمره 12-13 يحس أنه جاي من السر. كل ما تروش طالع في سره يجوب ما يدري. وصلهم معلومة بطريقة ذا، فعادي أن الولد ما يعرف أن البقرة ما أن البقرة تبيض، ما يدري. في أطفال أحس أنهم يدرون يحسبون بيض معلق على الشجر، ما يدرون هم يأكلونه بس. بس أنت كيف توصل لهم الفكرة؟ لأنه عندنا مشكلة إذا جاء الولد الصغير يسألك عن معلومة. هذه معناها ذكاء، معناها الطفل عنده حب تعلم. حنا نكتمهم، جاء ندق بمعلومة غلط نخليه سنتين 4 سنوات هو دايخ، نقدر نعدلها له بعدين لا كبر ولا ايش خذ الأسئلة. الله يشغلت أمنا أنت وسيلتك، ايش دخلك من وين تجي البيضة؟ ريه يا أخي عيالنا ملاقيف. لا يا أبوي لا، ولدك ذكي أذكى منك. فالطفل أي طفل يسأل جاوبه على قد عقله، إلا إذا ما تعرفون أنتم عاد شيء ثاني. يعني أنا عجبني مروان مرة من المرات والله، شفته منزل سنابه جالس حط الورك، حط عياله، حط عيال جيران، ما حط مجموعة عيال ويعلمهم طين طين فاضي الظهر. يلا لأني متأكد إن واحد جاء سأله كيف نعزف، هذا إيش يسوي، هذا يسوي. مروان جلس عطاه فكك لهم لور، لأنه يعرف إن دولي أذكياء ويبغون يتعلمون. شكرا أستاذ مروان، أي شهادة بس حبيت إني أذكرها في الموضوع ذا. بلال ما أدري عن فاصل.
حياكم الله معنا بعد الفاصل. اليوم كلامي واضح لازم اقوله وانا صريح. الفتره اللي راحت غثونا حقي الراب، فانا بوضح كلامي الان بالضبط. فن الراب فن اجنبي، حلوين، فن اجنبي يعتمد على الكلام الوسخ والسب والمناقر. 3% اغاني ما فيها سب. جابوا ربعنا وصار عندنا مطربين راب، انا ماني ضدهم. اوكي خلينا نشوف فيديو. يا رمى يا نذل يا ابن نرجع لابن هاشم، انا عليكم ماني نادم، جاياتي مع المبسس لو احكيها لكم ما تخلص لو اطلع. حلو، هذه اللي حطيناها طوط هي الراب الاصلي، هذا الراب، هذا الراب واللي نعرفه من الراب هذا هو. كله سب كذا، ونسمع حنا نسمع ترى نسمع كل مطربين الراب، امينيم، 50 سنت، سنوب دوغ، فات جوي، ايش تبون اعطيكم انا؟ اكزيبت، من تبون؟ جيلنا وجيل غيرنا كلها حافظين ونسمع له، من توباك وحنا نسمع. فنعرف ان 99% سب. حلوين؟ زعلوا حقين الراب عندي واشغلوني، وانتم ما ادري غلطت علينا وفن الراب وفن الراب وفن الراب. احنا ما ضد فن الراب، لكن الراب نعرفه كذا. لما يقول فن الشعبيات هو شعبيات معروف كذا، لما نقول سامري ذا سامري، لما نقول خبيتي ذا خبيتي، كل شيء معروف. الراب معروف، حلوين؟ لما تجون تنظفونه راح الراب. لما تيجي تنزل لي واحده امي يا حنونه أينك رحتي الفسحه وانا كنت تعبانه وكذا، حلو اغنيه حلوه بس ما راح الراب. الراب مثل ان ذا كذا مو براب. فخلنا عشان كو واضحين، ها اسمع رابنا بعد. السلام عليكم يا جمهور المعركه، وردينا لكم حج بقوه. مسكين مسكين لو اقطعلش بالارض يصير حق بي جي كمين عبير. اكبر انجاز بحياته يوم عاش عقب ما رش بفليت غشيم، مش الطريق اسود لين صار عمي، وهالشي خلاه كئيب مرير. يوم مل من حياته قال خل انتحر وقط نفسي من فوق رصيف. هذه يسمونها خشات، ما ادري يسمونها، ما ادري ايش هي الرديه. هي بس الردية علوم مرجلة، طق صفين وفيه عندي فيديوين فرحان وهو ماسك الصف وهو عد الحلقة ذي، وتجلس تنطرب في شعر الاشناب وجد لفة السبحة لا دار ورا المايك، وعطاك شوية هاجوس وديور فهم، وعطاك على بحر شغل موزون وذا، وذاك يرد عليه بشغل موزون. ما في اللي انت خشمك كأنه سروال، انا ما انا ما فهمت. ويقولون انت ايش فهمك في الراب؟ حتى في راب ثاني بدي يطلع لنا راب ثاني انواع اشكال. ها يا الهي ماذا جرى، يا ذا الهول ماذا ارى، شبانا تتعاطى خمرا وافعال مدمره، خطف قتل مفاسد لا عباده لا اخره، والدعاة في تخلف افكارهم منفره. لا كلمات لا لا، بس راب في الأخير. يقول لك إحنا الراب السعودي إحنا قاعدين نسوي حاجة ننظف الكلام. لا هذا فن برا، أنت كل حنا بنسوي ها يعني على قدنا. ولازم من طقوس الراب الخلاقين اللبس، سرواله طايح وعاد ما ادري ايش، وذا والربطات والعقدات وجاكيت وسيع وجاكيت صغير. شوف بالله شوف مجموعه صور عندنا، ها لازم كتابات خميط ما يدرون نص صوي، شورت شراب طويل، ازياء تهاويل 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 تهاويل. هذا نفس كابي بس عاد هم ما يعفطونه، هذه بندان. المهم في الاخير كلامي كان واضح، وانا ما بغيت اسويها قضيه بس اني ببين للناس اللي قاعد يصير. كلامي واضح، جمهور الراب عندنا هذا اللي عندنا اللي انه يعني اللي درسوا في امريكا، هم الابتعاث جاب النوعيه زي كذا فاهم. راح توقع ما درسوا زين وجابوا العيد في دراستهم ورجعوا كلهم رابر كذا. صدق ف
فماني بضده بس خلوه زي ما هو، وقلتها حلو بصاخته بس مجتمعنا ما يقبله، فخلاص شوفوا لكم شيء وشو ثاني. امتحنتوني في انستغرام، امتحنتوني في السناب، لا انا افهم ايش قاعد اقول، والشباب فاهمين ايش قاعد. جاك هنا في الرياض في القصيم في حي عندنا تنوع هنا الجنوب، سامري ولا راب؟ سامري. انتهينا انتهينا فاصل. حياك الله معنا بعد الفاصل، واليوم ضيفنا الفنان عازف البيانو نوري احمد. حبيبي الله منورنا. من نورك حبيبي. ومعنا اليوم على الجيتار طبعا جاي مع الضيف. بكره تمنعونا من المشاكل، كيفني معك؟ جاي مع الضيف. واسنانه تعوره بعد. واسنانه تعوره. واسنانه تعوره. حبيبي. نوري انت بديت العزف قبل 6 سنوات. وانت عمرك 6 سنوات. اي وانا عمرك 6 سنوات. بس ركزت مع مشكلة سنون. كانت في البداية كان عندي حماس للموسيقى يعني. من يوم صغير كان عيد ميلادي وجابوا لي شو اسمه البيانو الصغير. فبلشت عليه، يطلعوا الاهل يشوفوني في الحوش من سلح وقاعد اعزف على البيانو الصغير مرة. فكل ما اكبر وصلت المساحة. ايوه وصلت المساحة عليك نور. فش اسمه لين ما وصلت لها المستوى، الله يستر اذا صار عمر 60 كيف يصير؟ كبير ذاك ترقد فيه. طيب نوري الحين بسألك انا، وش الفرق بين البيانو وبين الاورج؟ فرق شاسع. في حلو. عندك اول فرق يكون الحجم حق الكيبورد حق البيانو اكبر من الكيبورد، يعني العدد المفاتيح يكون 88 مفتاح 7 اوكتافات. حلو. البيانو كم مفتاح؟ 88 مفتاح. في على حسب البيانو، البيانو المفاتيح على حسب الجهاز نفسه. ولكن الأورج في العادة يكون 5 أوكتافات. حلو. اللي هي السود اللي فوق. إيه هو هذا يتسمى أوكتاف. أوكتافين 3 7. الأورج راح يكون 5. يعني اللي يعزف بيانو أحسن من الأورج؟ هو لا مو أحسن، هو في النهاية حس زين. ف. مشاكل عائلية تصفية حسابات. فش اسمه حس من داخل الشخص، يعني هل هو ومهارة منها حس ومهارة، لأن البيانو راح يعيشك شيء لايف. يعني إذا أنا عزفت لك مثلا 3 دقات راح يكون الإيقاع قاعد أسمعك إياه لايف أنا قاعد أسويه بيدي. بس لو وش اسم الرجال؟ مروان لو يسمعك 3 دقات يضغط زر إيقاع. بنت نفس يقول ان البيانو انت عندك فرقه كامله، ويقول انك ما عندك فرقه كامله. انا فرقتي يدي.
شخصا الموضوع مروان شخصا الموضوع مروان حبيبي. لا لا شوف صراحه البيانو هو كل شيء هذا الجو ذاك الجو هذا الزباين كل شخص له مهارته يعني ممكن يكون عايش جو احسن من اللي عايش كي بس في الاخير انت تعزف هنا وتعزف هناك وراعي الاورج يعزف هنا وهنا هو اوكي بس تكنيك يفرق يعني لو مثلا اقول له تعال سمعني مثلا موسيقى عالميه فبيسمعك اياها مختلفه تماما. طيب عطنا موسيقى عالميه نبغى نسمع شيء من اللي شفناه الفتره اللي راحت. طيب. تعرف في هبه مسلسلات صحيح وش حافظ منها؟ مسلسلات تركيه قصدك ولا لا 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 زي ناركوس ولا والله شوف ولا ما تتابع صراحه اكثر شيء مسحوب عليه في الحياه التلفزيون عندي لا يا رجل فيعني بس الا برنامج طارق شوط معك حبيبي والله حبيبي هذا طيب لا صدق يعني وش اللي تعرف من الشيء المشهور نبغى نسمع يعني نبغى شوف صراحه من المسلسلات تعرف حتى المسلسلات التركيه اعزفها والله ما اتابع المسلسل اي تاخذ اللحن اسمع الهبه بس يعني اشوف اللحن يعجبني خلاص خلني اجرب اعزف لازم اجي اتابع ناركوس لازم تشوف لا يبي بروفيسور بروفيسور ما تعزف لا اعرف اعزف طب هذا مسلسل ايش فيك انت تضحك علينا اوكي بس انك قلت لي يعني تبغى عالمي حتى لو مسلسل اجنبي عادي ايش قاعد اقول لك يلا تمام هذا اللي ما يبي يعزف تمام عرفت حركاتك حافظ كم واحدة يلا طيب الحالة لو سمحت لا تخرب مودي طيب انا اعزفها عادة مع الجيتار مع الجيتار يلا مسموع الجيتار قصدي العيال لا يخربون مو بنت انا راح فش اسمه انا اعزف هذه المعزوفة وادخل عليها معزوفة ثانية تبغى تاخذ راحتك اي اوكي ابد خذ راحتك تفنن ملعب كلام تمام يا سلام عليك يا سلام عليك والله ترى مخمخ انا المفروض اني جالس هنا اوكي رش انطرب اليوم عندي وش اصعب اله موسيقيه في نظرك انت صراحه كل اله لها تكنيكها ولها مهارتها يعني شوف انا قبل صراحه طلعت مقابله وتكلمت في الموضوع ان كل الالات احس سهل انها تنعزف ولكن مع التمارين ومع الفكر الموسيقي لازم يكون عندك فكر موسيقي انت يعني تعزف غير بيانو شيء صراحه يعني ادقدق عود شوي بس يعني بس ايقاع نهائيا يعني اوكي ايقاع بس مره عربي شرقي خفاف يعني ايه بدون ايه يعني مره اغلاطي قد شعر راسي فيها خل نشوف فيديو فش اسمه ايه سلام المختص فيه البيانو ايه لكن الموسيقى عامه احسها فكر يعني يكون الشخص عنده فكر مثلا الالحان تكون في هذه الالحان مثلا المقامات الشرقيه بيكون مثلا صبا او رست هذه اسامي الحان اذا كانت عندك الفكره وانت حافظ اللحن اذا اجيب لك اله معينه اقول لك شوف هذه الاله هذا سلمها وهذا هذه الحان هذا الدو اللي انت تعرفها اللي عندك خلفيه عنها في الاخير المهم فوق ذا انه انا هاوي ذا الاله إيه يعني إيه يعني انا هاوي ذا الاله صحيح ف
فبتعلم. في ناس يقول لك لا بتعلم كل الآلات. لا يعني لازم يضيع كل الآلات. إيه لازم يكون عنده ميول لشيء معين يعني. اسمع يا سيف نروح فيديو. شفنا الفيديو ذا وانت تعزف فيه مره قديم مره قديم. هذا قديم كم له سنه تقريبا؟ ما اذكر ولكن مو اقل من 6 سنوات. حلو. طيب يا اخي لما تعزف في مهم زي كذا او انك جالس تعزف ما يجوك ناس بثرين؟ والله مره الله لا يوريك. البارح امس والله البارح ايوه علمنا البارح فراس كان موجود بعد اتوقع. زين البارح قاعد اعزف في الرياض بارك. حلو. يعني من باب اني اكون فاني مع الجمهور واكون مره يعني اوكي معاهم واخذ وقت معهم. قلت لهم شنو تبي تسمعوا؟ قالوا نبي نسمع اغنيه فيروز نسمع لنا الهوى. حلو. زين قلت لهم خلاص اوكي واعزفها. وصارت الجمهره شويه وجلك ولفاها اي حلو بعصبه ونزل الساحه. نزل الساحه في نص المول. زين فهو ممنوع يعني وجلس سكورتيه وسووا قضيه يعني. بس الجمهره عادة مستحيل راح تشوف جمهرة يعني واقفة وقاعدة تسمع لك. يعني جمهرة تشوفها تتلكى عليك واحد إيه يذبون عليك. إيه أنت تعطي إيه وجه إيه ولا تكمل؟ لا لا بالعكس. أنا إذا كنت في مكان عام أمشي مع القانون. يعني وش علي أسوي؟ يعني قبل ما أبتدي العزف أقول له لو شفت شيء كذا وش أسوي؟ مثلا بلغنا بلغه. طب لو انا مار كذا اكلم جوال وانت روح توقف ولا تسوي؟ تعرف ايش راح اسوي؟ راح اوقف واطالع فيك بس كذا بس ما راح اشتكى ما اسوي ولا شيء. طيب في فيديو ثاني يقولون الشباب انك تعزف من الحانك او تاليفك او هو في الحان. في عندي الحان ولكن مره وقفت عن ذا الشيء من فتره طويله طويله. ليه؟ لكن المفروض اني اشتغل عليه. انا خليني اقول لك ليلى اني انا ما انا ملم للاله كامل. ومستحيل اني اقدر المها ويبي لها وقت مره طويل. من عمرك 6 سنوات ما لملمتها؟ ما تتلملم. هذه يبي لها وقت مره. يعني اذا الشخص انت غير متفرغ لها ولا إيه متفرغ؟ أنا في الاساس لا انا في الاساس مو اختصاصي يعني العزف. يعني عند وظيفه إيه وعندك حياه؟ لا يعني قاعد اكمل الحين الهندسه. ايه وان شاء الله وشك التخرج. ف صاير الوقت حق البيانو اخصصه خصيص يعني من كثر ما انا احب الاله. لا اختبارات لك في اختبارات اترك الاله لا. عندك ساعه اي لازم هذه حق البيانو يعني احاول اني اتمرن فيها. حلوين. طب خلينا نشوف الفيديو حق يا خاين. والله خليني بقول لك شيء مروان. وقتك يا مروان. اعترف لك اعتراف. طبعا انا كنت عازف اورج ولكن عامله بيانو. عرفت يعني عامل الاورج معامله البيانو. ما يعني ما اخفي عليك اني كنت اعزف اشياء يعزفوها العازفين الاورج المفروض. ولكن تعرف الشخص اللي قاعد يمارس شيء وده في شيء ثاني يعني ودي إيه يعني الاورج تسليك يعني شبه يعني شوف زباين البيانو برستيج هذا صحيح. الهورك حق استراحات اي عليك. فخلنا نلعب على الاثنين. والله يا ولي بنسوي فيها كذا بس احنا نحب الاستراحات. اي لا لا انا ما احب الاثنين. البيانو انا احب يعني من الناس اللي يعني اسمع بس اني ما تعودت اشوف كيبورد. حتى لما اسافر برا لما اشوف كيبورد اول ما طالع بالعازف صحيح فعلى طول اتذكر مروان فاتعب امشي. اوكي ما يطربني لان ما لان مروان ترى فيه ميزه للامانه ولازم تكون فيك ذا الميزه. اوكي ان الاستوديو يضربون الناس. يزف يطفئ الكهرب ما تفرق. هذه فيك الميزه ذي انك اذا عشت جو وقعدت تعزف ما عاد عليك من اللي يصير. والله من جد نفس الشيء. لا يبغى لكم علاج. انا اذا اقعد في مكان ما يصير اني اشغل الصوت تجيني اطفي البيانو واسوي نفسي كاني قاعد اعزف. يعني اعزف المعزوفه الحقيقيه بدون صوت. شو تسمع؟
ولا شيء. صوت انت ذي الحاله يقول لي طفيه ويقعد يعزف وهو يسمع الحاله. لا ما اسمعها يعني احس بالصوت يعني اعرف ان هذا الصوت. اي انت حاسس بصوت اللي انت نفس الشيء. لا يبي له تكيلكم يبي له قعد لكم انا قاعد اشوف فيديو ثاني. فكرة حلوة يا أخي. بلشت فيها ولكن إني ما استمرت فيها لأن صارت يعني يبي لها شغل. فيها سوق الموسيقى التصويرية هذه. لا وأنا كنت أعزف هي في الأساس الفيلم ما كان في هذه المعزوفة. إيه يعني أنا فأنا مركب حماس المعزوفة على ضربة الشخص في ال في شو اسمه ذا. طب حلوة ذي. لا يبي لي أشتغل عليها. ترى مو بكثير يعني مركزين في الموضوع ذا. من جد صحيح. لا لا الموسيقى هذه الموسيقى هذا النوع من الموسيقى يعني اللي هي التصويرية اللي هو الأفلام المسلسلات اللي مع الحدث. صحيح. لا اللي يبي لها شغل إنك تختار وش الشيء وتركبه على اللقطة نفسها على المشهد نفسه ولكن يبي لها وقت. إيه لأن إحنا مشكلة عندنا صارت الموسيقى التصويرية المسلسل كلها طيعوا قا طرع 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 فهم. الأشياء ذي اللي أنا وأنا صغير أروح أشتري من محل ألعاب أورق فيه ذا الأشياء ثلاثة. صحيح. فهمت؟ ف شيك مروان سمع لا واضح واضح في في هذا في هذا الصوت في عندك؟ في اصوات مروان ترى ترى قوي كمان رد عليه مروان اعزف لنا ابغى مروان تعزف لنا شيء عرفت؟ توري ان الورق افضل من البيان اللي تبي خذ راحتك اعزف لنا اي عزف ابي مروان يتجلى مع اخوينا يا عيال والله هذا انتم متفاهمين يعني في تفاهم انا احسبكم قبل شوي بينكم حرب طلعتوا من ورانا تشتغلون طيب الفتره الجايه هل تشوف انه في سوق بحكم انه سمعنا قبل فتره انهم بيدرسون الموسيقى في المدارس وانه في توجه المعاهد ما تحس انه لا يعني بحكم عندك مو لازم تركز شوي يعني. لا صحيح لازم انا شغال على هذا الشيء يعني شغال انا وفراس على كيف ندمج معزوفتين مع بعض يعني حتى لو ايا كانت حتى لو ان شاء الله معزوفه شعبيه مثلا ندخل عليها معزوفه اجنبيه هذه سواها عازف لبناني اسمه معا شغال على الموضوع ومره نجح. طيب وش في ممكن الحين نبي شعبي شعبي على البيانو شعبي على البيانو شعبي شعبي طاهر عيسى اوف عرفت شغل بحر يامال هاي زي لا ليش خليني بقول لك ليش هنا الحين بتمسكني ضد ضعفي الاورج اله شرقيه مصنعه للناس يعني العرب عامه اهل اهل الالحان الشرقيه زين الاله الغربيه اللي هي اساسا للغرب وهو اساس الاله قبل انه يكون اورج كان بيانو صنعوا لنا يعني ما تقدر من الاخير ما تجي ما تجي ما تجي ما تجي خل نشوف فيديو
مروان على طول دخل يكره. كيف الجو، كيف التفاهم في الموضوع؟ انا عندي ميزه، مو ميزه ولكن يمكن يكون اقدر اني انسجم مع اي شخص مثل ما انسجمت مع لهذا في موسم الرياض. كانوا جايبين عازفات، جابوا عازفه كمان، جابوا بعض العازفات، كانوا يقولوا لي ادخل معاها كذا، انا لا اعرفها ولا اتكلم معها ولا شيء، ادخل معاها الستيج، هي راكبه الستيج، اركب الستيج وجهز البيانو وادخل. وعندهم هذه الثقة أني أنا أقدر أندمج مع أي أحد يعني. فجربوا مرة مرتين، أول مرة يكون في غلط غلطين ثلاثة، بس بعدين خلاص بعدين تنطلق. اعتمدونا رسميا أن نكون في، كان الفعالية في وادي نمار فش اسمه، خلاص يعني أنا كذا أنا أندمج مع أي أحد. طب المعزوف اللي قبل شوي أحبه أنا، أعزفها لك الحين. أيوة أبي شب أزدق للمرة الأخيرة، لا أحد يخرب. كلامي واضح ها؟ يعني بلال مسموح لك دخلات بسيطة. الله عليك، ده البيانو احسن من الورقة. صحيح مروان انا حافظها انت دي صح؟ ذاك اليوم سويناها بروفا، جاء وقتها جاء وقتها، حرام عليك. طيب ان شاء الله تكون بنشوفك موسم الشرقية اكيد ان شاء الله، في موسم جدة بعد، موسم جدة فللحين ما اعطوني الاكيد، بس الشرقية اكيد بحكم انه قريب يعني. انا عايش هنا، عايش هنا في الرياض. في الرياض؟ بس يضبطونك الشرقية. بجي انا عشان بجي اقول صديقي، كان بجي خلاص ما رايك، بجي بمر كم من عندي رد بسوي ذي رد ناويك يبي يسويها شكل حقيقي بسويها رد الصوره. نورت نوري، الله يسلمك، سعدنا فيك، الله يسعدك وتشرفنا يا حبيبي. والله وانا اسعد، وفراس نورتنا، ولا اقدر اتكلم معك كثير بحكم ظروفك العمليه واسنانك جاي مع نوري. فنبي نختم كذا خلاص ولا يهمك.